الغلط وده ينفع وده ما ينفعش، وإشاعات وقصص، وكل شوية حد يقول قصة جديدة، والناس ما سابتش الست في حالها. معانا الأستاذ أمير متولي محامي ياسمين صاحبة الفستان الأزرق. أستاذ أمير أهلا بيك. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ عمر. إيه الحكاية وإيه الموضوع؟ الحقيقة أستاذ عمر إن ياسمين شأنها شأن أي بنوتة راحت مع والدتها وأختها فرح العروسة، تبقى في علاقة أسرية، والدة العروسة ووالدة ياسمين في علاقة أسرية ما بينهم، تعزمت شأنها شأن أي فتاة، رأست في وسط كوكبة بطانة من الفتيات زمايلها اللي بيرقصوا لوحدها. صحيح هي عارفة انها بتتصور، بس بتتصور من قاعة الفرح. قاعة الفرح فيها كاميرا حضرتك. يعني الفيديو ده من قاعة الفرح، مش حد مصوره لها. في بعض الفيديوهات بعد كده لما الفيديو المقتص من قاعة الفرح بدأ يظهر وياخد ترند، فأنا كأمير لو معزوم الفرح قول الله ده أنا كنت في الفرح أهو، وطلع الفيديوهات وانشر. طيب. بداية الفيديوهات من قاعة الفرح، ثم توالت بعض الفيديوهات من بعض الهواتف المحمولة الخاصة. هو الفرح كان إمتى والفيديو اتنشر إمتى؟ هو حضرتك الفرح كان من حوالي أسبوعين تقريبا. ده ما خدش وقت، ده على طول يعني 24 ساعة 48 ساعة كانت متصدرة محركات البحث. طيب وهتعملوا ايه؟ احنا بالفعل سعادتك تقدمنا ببلاغ لمعالي المستشار الجليل النائب العام، بداية بصاحب القاعة وان هو صاحب الفيديو الاساسي، ثم بعض الاشخاص محتويات الكترونية على الفيسبوك تناولت الموضوع تحت عناوين مسيئة وحطت التاتش بتاعها تاتش مسيء وقالت رأيها المسيء. طب وأي واحد يقول لك والله ده فيديو أنا صورته وحطيته خلاص، إيه المشكلة يعني؟ إحنا عملنا إيه غلط؟ والله القانون بيقول إيه في النقطة دي؟ حضرتك القانون بيقول إن الإذاعة والنشر بدون إذن صاحبة الفيديو جريمة. ودي ليها تجريم في القانون يعني؟ أنا عايز أقول لحضرتك إن ليها تجريم في القانون، وفي تعديلات تشريعية في الموضوع ده. إذا صاحب نشر الفيديو تهديد أو ابتزاز قد تصل العقوبات لحد 15 سنة إذا صاحبه تهديد أو ابتزاز. طب ما ده شيء كويس. طب شيء كويس جدا. طب القضاء في مصر متطور في مثل هذه الناحية. طب هي اللي جات لك ولا أنت اللي رحت لها؟ حضرتك أنا المحامي بتاع الأسرة بقالي أكتر من 15 سنة، فهي تمام. بالفعل أنا المحامي الأساسي بتاعه. تمام. طب خليك